يقوم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغدو بشرة يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد. مساء الخير يا أطفال. مرحبا بكم. شحال راكم شابين اليوم يا أطفال؟ إذن مرحبا بكم في هذه الحصة. شكون اللي كلمناه عبر الهاتف باش يحضر في الحصة؟ رفيد يدو. برافو. إذن يا أطفال نوجه نداء كذلك للأطفال اللي يشاهدوا فينا يقدروا يشاركوا باش يجوا يحضروا معنا كذلك في الحصة بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك يا أطفال اللي شاركتوا باش تحضروا معنا في هذه الحصة. نقول لكم برك باللي التسجيلات راهي كثيرة، راهي عدات لعشرين ألف، وهذا دليل على أن حصة عمو يزيد عجبتكم بزاف. حنا تاني نحبكم، ماذا بنا نستضيفكم كامل، ولكن شوية صبر راح تكونوا معنا كامل وسوف يرن الهاتف عندكم إن شاء الله. يا أطفال في هذه الفترة هذه كاين يوم عالمي مهم جدا، هو اليوم العالمي ضد العنف التربوي. دونك سي لا جورني انترناسيونال بور لا نون فيولونس ايديوكاتيف. هل العنف يربي يا أطفال؟ لا ما يربيش، ولكن احنا راح نوجه نداء للأولياء والمربيين كامل والأساتذة والمعلمين، نقول لهم ما لازمش يكون العنف في التربية، ولكن انتم يا أطفال واش لازم تكونوا عاقلين يا أخي؟ إذن من خلالكم نوجه نداء ضد العنف التربوي، ولكن انتم تاني يا أطفال لازم تكونوا عاقلين ودراف وتاخذوا الرأي. إذن كالمعتاد راح نطرح عليكم لغز. هذا اللغز هذا في بداية الحصة اللغز يقول: شيء يرتفع وينزل بدون أن يتحرك. أعيد اللغز: شيء يرتفع وينزل بدون أن يتحرك. إذا فكروا معنا إلى غاية نهاية الحصة، وكذلك الأطفال اللي يشوفوا فينا يقدروا يشاركوا في الإجابة عن اللغز بهذه الطريقة عبر موقعنا الإنترنت عمويزيد.com. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. اليوم كذلك كلفنا الباحثة باش ديرنا بحث عن شخصية مهمة في الكفاح الجزائري المسلح. اليوم راح نتعرفوا عن شخصية مهمة اللي هو عبد الرحمن ميرا. إذا تفضلي تصفيق عليها. مساء الخير يا أطفال. مساء النور. اليوم جيت نحكي لكم على حياة الشهيد عبد الرحمن ميرا. وليد عبد الرحمن ميرا سنة 1922 بقرية تغلط ولاية بجاية في أسرة فقيرة. توفي والده وهو لم يكمل عامه الأول فكفله عمه، وفي هذا الجو القروي تربى وترعرع ولم تسمح له الظروف بالدخول إلى المدرسة. احتك بالرعي الأول من مناضلي الحركة الوطنية من حزب الشعب، فاستمد منهم نضاله الوطني وانخرط في حركة انتصار الحريات الديمقراطية، وأصبح مناضلا نشيطا منذ سنة 1947. وكان رحمه الله من أوائل الشباب الذي انضم إلى صفوف جيش وجبهة التحرير الوطني، فشكل فرقة من المجاهدين في قريته، وكان أول معاركه بسيدي علي بوناب. وفي سنة 1955 رقي إلى رتبة ملازم، وعرف القائد ميرا بتجنده وحنكته السياسية، حيث استحق عن جدارة ميدالية المقاومة في مارس 1956 بعد أن نجح في لم شمل جنود المناطق، كما أمن مؤتمر سوماي في 20 أوت 1956 بعد أن نجح في لم شمل جنوده المناطق كما أمن مؤتمر سوماي في 20 أوت 1956
وبعد المؤتمر تطوع للجهاد في الولاية الخامسة لإعادة تنظيمها، وفي هذه الفترة رقي إلى رتبة نقيب وقاد الولاية الثالثة بعد استشهاد العقيد عميروش سنة 1959. استشهد عبد الرحمن ميرا رحمه الله وسلاحه بيده في يوم 6 نوفمبر 1959 رحمه الله. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. وشكرا. شكرا 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 للهدى. شكرا يا أطفال. عبد الرحمن ميرا من المجاهدين المعروفين واللي نترحموا عليهم في كل مرة، وعلى بالكم بلي كاين جامعة مدينة بجاية تحمل اسمه، نسميها عليه على الشهيد عبد الرحمن ميرا. قبل ما نروحوا للفقرة الموالية، عندي طفل جانا اليوم اسمه يوسف، جاب لنا شعر يقول فيه أنا ابن الجزائر. يلا نسمعه. تفضل يوسف. مساء الخير عليكم. أيا زار حذر ثارة نحوجك ثرث مارة، أنا ابن الجزائر أحب بلادي كحبي لنفسي، وريث ذلك عن آبائي وأجدادي، فقد ضحوا من أجل الوطن بالنفس والنفيس، وتصدوا لكل معتد أثيم. في أرض الجزائر ولدت، وفي أحضانها نشأ آبائي وأجدادي، وأنا أنعم بالسعادة والهناء في ربوعها ولا أقبل عنها بديلا. واليوم الواجب يدعونا لكي نؤدي لهذا الوطن ما له من حقوق وما علينا من واجبات نحوه، حتى يرتفع شأنه ارتفاعا ويصبح من الدول المتقدمة. برافو 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 يوسف، برافو برافو برافو. جميل الشعر على الوطن. احنا واش نقولوا؟ 1 2 3 1 2 3 1 2 3. إذا تحية للجزائر، وتبقى دائما فوق كل اعتبار، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. قبيلة تكلمنا عن العنف التربوي، أنا في هذا المجال هذا جبت لكم أغنية تتغنى بالمعلم. واش يقولوا؟ قم لل، شكون يعرفها؟ أرواحي تعالي. واسمك؟ ليليا. قولي لنا. وقم للمعلم وفيه تبجيلا، كاد المعلم أن يصبح رسولا، أن يكون رسولا. بالضبط، قم للمعلم وفيه تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. إذا تغنوا معايا كامل. معلمي معلمي من كل جهل صنتني. يلا نغنوا كامل مع بعض. صنتني للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني، معلمي من كل جهل صنتني إلى المجد صحبتني، معلمي. زودتني علما نورت به دربي، كنت أبا وأما يا نعم المربي، معلمي للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني، معلمي من كل جهل صنتني إلى المجد صحبتني، معلمي.
تحملت دعابي في القسم ومزاحي وعاقبت ذنبي من أجل صلاحي وعاقبت ذنبي من أجل صلاحي معلمي معلمي للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني معلمي 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 من كل جهل صنتني إلى المجد صحبتني معلمي معلمي بجنبي إن ضاق بي حالي وقفت بجنبي إن ضاق بي حالي وكنت جوابي دوما في سؤالي وكنت جوابي دوما في سؤالي معلمي معلمي للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني معلمي 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 من كل جهل صنتني إلى المجد صحبتني معلمي معلمي واسمك يدوي إجلالا واحتراما واسمك يدوي إجلالا واحتراما يا صاحب السمو أهديك السلامة يا صاحب السمو أهديك السلامة معلمي معلمي للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني معلمي 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 من كل جهل صنتني إلى المجد صحبتني معلمي معلمي شكرا 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 وكنت دوما جوابي عند سؤالي. إذن المعلم دائما هو اللي يكون المرجع عند الطفل. تحبون المعلم تاعكم يا أطفال؟ لا. انتم تاني لازم تكونوا عاقلين باش نقودوا المعلمين تاعكم كامل باش يتهلاو فيكم ويكونوا لطفاء معكم يا أخي. إذن واش رأيكم؟ تحبوا ألعاب الخفة؟ لا. يلا نشوفوا دركا عم فؤاد اللي جانا من كندا. تفضل عمو فؤاد مرحبا بك. تفضل عمو فؤاد. Thank you.
برافو 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 عمو فؤاد، برافو برافو. عجبتكم ألعاب الخفة؟ يا أطفال شفتي مما نحرت؟ مما نحرت؟ أعطيني الميكرو تشوف اسكو حارو، قولي له فهمتي كيفاش دار لها؟ كيفاش دار؟ دخل على الداخل ومن بعدك دار لها واحد البابيات. ايه؟ ومن بعدك دار هكايا، بقى راسها التم وبقى رجليها التم. ايه وفهمتي كيف؟ انا ما فهمتش انا. صعيبة لا لا؟ صعيبة شوية. خلاص هذا يبقى، هذا يبقى من الأسرار تاع ألعاب الخفة. يا أخي يا أطفال رايح درك نروح نحكي لكم حكاية، تحبوا الحكايات؟ يا أطفال اليوم راح نحكي لكم حكاية تاع الطائر الطيب والعجيب. هذه الحكاية هذه في سالف العصر والأوان كان حقل فيه الدلاع، تعرفوا الدلاع؟ الدلاع كانوا واسمه البطيخ باللغة العربية لي باستيك. كانوا هذيك السنة كان المحصول مازالوا في الحقل هكذا، وكانوا هذوك الدلاعات يتكلموا مع بعضهم بعض، يتكلموا دلاعات صغار هكذا يستناو كل وحدة تقول لها أنا اليوم يجوا يدوني يقطفوني باش نروح يدوني للسوق باش يستفيدوا مني الناس، يكونوا عطشانين. عباكم الدلاع لما ناكلوه نكونوا عطشانين يروينا العطش لأنه بارد وفاكية باردة. بداوا يتكلموا مع بعضهم هكذا، كل واحدة تقولها أنا ننتظر بالك يدوني كانش مدينة بعيدة، واحدة تقولها أنا يدوني للسوق بالك أنا نطيح في يد أطفال يأكلوني يستفادوا مني وكامل. وبعد شافوا لاحظوا باللي بعيد عليهم كانت واحد الدلاعة كبيرة مشيت على المحصول تاع هذا العام. قالوا لها انت واش راكي ديري هنا؟ قالت لهم انا عندي شحال هنا. قالوا لها بصح علاش ما داوكش باش يروحوا الناس ياكلوك يستفادوا منك وكامل؟ قالت لهم انا عندي نفع اخر. قالت لهم انا يجي واحد الطير هكذا يسموه الطائر الطيب العجيب، يجي ينقر هكذا مني ياخذ الزريعه ديالي، ياخذ هذيك الزريعه هذيك ويطير بها يروح الأماكن أخرى، ولما تطيح هذيك الزريعة تعاود تنبت في أماكن بعيدة اللي ما كانوش يعرفوا هذا البطيخ وكامل. قالوا لها سبحان الله، قالوا لها سما البطيخ ممكن أنه يكون في أي مكان. قالت لهم هذه حكمة الله سبحانه. دوك هذاك الطائر ما فهموش، هما عم بالهم ماشي صح، عم بالهم يتكلم فقط. ولكن بعد فجأة شافوا الطائر جاي وراح ياخذ هذوك لي غران، هذوك الزريعه هذيك، تم فهموا باللي الطائر هذاك ياخذ زريعه وياخذها لاماكن بعيده جدا. عمو يزيد تسمى الحكايه اللي نستخلصوا العبره اللي نستخلصوها من هذه الحكايه، كل ما يخلقه الله له نفع للانسان. بالضبط بالضبط بوبي، بالضبط بالضبط. اذا كل حاجه يخلقها الله سبحانه عندها نفع في حياتنا. يا اخي يا اطفال شكرا شكرا، عجبتكم الحكايه يا اطفال؟ شكون اللي عنده نكته يجي يحكيها لي؟ اروحي بنتي تعالي تعالي. قعدي بنتي قعدي قعدي مع مو ياسين. واسمك؟ راهف. من جيتي راهف؟ من الحراش. من الحراش، خيار الناس. احكي لنا النكته تاعك بنتي. كان يا مكان في قديم الزمان كان كلب يجري يجري طاح، راح عند صحابو قالوا طحت الكلاب. برافو 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 برافو. اروحي بنتي تعالي 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 قاعدي هنا. واسمك بنتي؟ ماريسا. ماريسا وين تسكني؟ في القبة. في القبة. احكي لنا النكتة تاعك. كانت واحد العصفورة كانت داخل دارها تغني مع ولادها، بعد ذلك جا الديب قالها ارمي لي واحد ولا ناكلهم لك كامل، بعد البراج قالها ما ترميلوش يا الخوافة. ما لازمش تخاف. برافو. شو عنده نكتة؟ عندك نكتة؟ تعالي تعالي. أروحي بنتي أروحي منها.
كبيره. اروحي من هنا. وحدك. كيفاش كبيره؟ واسمك؟ ابتسام. ابتسام، وين تسكني ابتسام؟ تسكن في الجزائر. وين في الجزائر؟ الجي. الجي في دارنا. هيا احكي لنا النكته تاعك. واحد النهار واحد المعزه مع سبعه اولادها، كي كانت رايحه المارشي قالت لهم بالك وتحلوا الباب، سينو يجيكم الديب رجليه كحوله. بعد كي شاف ماماتهم راحت المارشي شاف قالها بالك انا نروح ناكل ولادها. ومن بعد بدا كيدخل، بعد كي طبطب لهم قالوا له لا انت يا الديب. ومن بعد كي عبد راح الغابه صبغ رجله بيوضه، من بعد كي فتحوا له الباب راح كلاهم قاعيتك، بقى غير هذاك الصغير. بعد كي جت ماماتهم راح يجري برا قالها ديباو كلا قاعيتك صحابي. بعد كي خرج هذاك الديب برا فتحوا له كرشه ونحت قعدتك ولاده وعمرت له كرشه بالحجر. بعد عبدت خيطتها له. بعد كي ناط راح للبير باش يشرب الماء طاح. برافو 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 بنتي، روحي لمكانك. شكون عنده نكته؟ اروح انت. سبايدر مان، يلا سبايدر مان تعال. عندك بزاف؟ عندك تو كنزقيلك. يلا واسمك؟ ادم. احكي لنا النكته تاعك ادم. سال المعلم التلميذ قال له ما الفرق بين الكره الارضيه وكره القدم؟ قال التلميذ الكره الارضيه تدور بنا والكره القدم ندور بها. برافو 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 برافو. اروح تعال تعال اروح. واسمك؟ تعليل. تعليل، احكي لنا النكته تاعك. نسيت نكته خلاص نسيتها. شكون؟ اروحي بنتي انت. يا تعالي 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 اقعدي بنتي، روحوا في زوج. اروح اقعد ملك اسنا، اقعد منا. ايوه اسنا، حطوا كاس مويه زيد هنا. فوالا. واسمك بنتي؟ نور. نور، وين تسكني نور؟ سطيف. في سطيف، سطيف العالي، الله يبارك خير الناس، تحياتنا كاع ناس سطيف. احكي لنا النكته تاعك. قال لك واحد خطا راجل غبي راح للامير الامريكان، كما جاء قبل قاع عرس قال سقس الامريكي قال له تعمل هذا العرس، قال له اي دونت ناو. الغدوه جاء قبل جنازه سقس الامريكي قال له اي دونت، قال له تعمل هذه الجنازه قال له اي دونت ناو، قال له البارح تزوج اليوم مات، البارح تزوج اليوم مات، ربي يصبر مرتب. برافو برافو برافو. واسمك ولدي؟ ريان. وين تسكن ريان؟ عين ناجة. عين ناجة، كنا نكتة تاعك. واحد النهار واحد الولد قال بابا شي بالون شرال، وقالوا لا سيتي، قالوا لا رحنا في الطريق، قالوا يضربوا الطونو فيها، قال لهم ندي كوفرون. واش يدير؟ ندي كوفرون. معلش. شكرا شكرا شكرا. يا أطفال، ما هو الشيء الذي يرتفع وينزل بدون أن يتحرك؟ أنت. الحرارة. الشمس ولا الحرارة؟ الحرارة. 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 الشمس. أنا اللي قلتها. الحرارة. شكون اللي قالها لك؟ قولي الصح. شكون؟ الكتكوت. شكون؟ الكتكوت. الكتكوت هو يبيع الماتش. ايه. شفتي؟ هكذا. شفالي هابرك.
زيدي. الحرارة. حرارة. وش هي؟ حرارة. وانتي؟ الحرارة. البرد. لا الحرارة. الحرارة. شو قالها الأولاني؟ تعال. إذن ترتفع وتنزل بدون أن تتحرك. وكتكوت بعنا الماتش. واسمك؟ روحي. واسمك؟ واسمك؟ راهب. راهب. يكون لك الكتكوت. ايه يكون لك وليد خالي فوالا. انا قلت الشمس. اذا ذكرهم باسمك. صهيب هو اللي وجد الجواب على اللغز اللي هو الحراره. اذا صهيب راح نعطوا لك هديه من عند عمو يزيد. عطيني هديه تاعو. فوالا صهيب. اذا صهيب عندك سيدي مدرستي ان شاء الله يفيدك، عندك قبعة مع عمو يزيد باش تلبسها تاني، وعندك كذلك عمو فؤاد يهدي لك هاد العلبة فيها ألعاب خفة، ودك بعد نهاية الحصة راح يوري لك كيفاش تستعملها يا أخي. فوالا هيا مبروك عليك وليدي. يلا برافو. إذن برافو يا أطفال، لحقنا دركا الركن اللي نحبه اللي هو ركن عيد الميلاد. عيد ميلاد بشرى ويسرى، التحقوا بيا وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاعهم وحنا نغنوا لهم. أروحوا تعالوا. يلا بشرى يلا يسرى. هاي عيد ميلاد أحلى عيد. يلا عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، شمه يا ربي لب يا سنة، وتعيش أيامها أفراح، شمه يا ربي لب يا سنة، وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهل نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها، وشموعك فيها زرعناها، باسمك أنت زيناها، ليلة حلوة يا محلاها، باسمك أنت زيناها، ليلة حلوة يا محلاها. أجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، أجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. برافو. إذن 6 5 4 3 2 1 0. يلا طفونا الشمع. برافو 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 برافو. إذن قطعونا الجاتو، إحنا رانا كامل جيعانين يا أطفال، هاكي قطعونا كل وحدة تقطع الجاتو، وأنا ما بقى لي إلا نقولكم انتظرونا في الأسبوع المقبل على 5 العشية نهار 3 على قناتكم الشروق تيفي. مرحبا بكم يا أطفال. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا
لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. برافو 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 بوسهم.